بيقول شو لعز الثورة. إذا أنت ما توصل عليك الدور وصل عليك الدور. إذا ما كرمالك عمول إنسانية كرمال غيرك اللي عم بيموت على باب المستشفى اللي عم بينتحر لأنه ما معه حق ألف ليالي بنته ما تقوش تسافر كرمال المدرسة. في كتير منا ما بيقدر يأمن حق الباص. ومش يمكن مش أنا لحالي، في كتير منا ما عم نقدر نأمن حق الباص. في كتير منا ما عم نقدر نجيب معنا مصاري على المدرسة. في كتير منا عم بيجوع وما عم يحكي. نحن لازم نحكي. نحن اللي بنولع الثورة، نحن اللي بنطفيها.